تم الإعلان مؤخرا عن تعليق برنامج تقنين المياه الصالحة للشرب المعمول به حاليا بمدينة تطوان والمنطقة الساحلية والرجوع إلى وضعية التزويد الاعتيادي. وأوضح بلاغ مشترك للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لوكوس وجماعات تطوان ونواحيها وشركة مانديس أن وضعية المخزون المائي للسدود التي تزود مدينة تطوان والشريط الساحلي قد تحسنت بفضل التساقطات المطرية، حيث وصلت النسبة الإجمالية لامتلاء هذه السدود إلى 13 مليون متر مكعب. من جهة أخرى أشار البلاغ إلى أن نسبة تقدم أشغال تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية إلى تزويد مدينة تطوان والشريط الساحلي بالماء الصالح للشرب عرفت تطورا ملحوظا. كنشوف بان السكان كاملين المواطنين كاملين فرحانين بهذا الماء اللي جا، ما بقاوش كيقطعوا لنا، ونتمنى هذا الشيء ما يتكرر ان شاء الله يا رب العالمين، ويكون حسن تدبير الموارد المائيه. بالفعل الناس تطوان كانوا كيعانيوا من قله الماء، من انقطاع التيار المائي في المدينه، والان بعد هذه الامطار لغايه لم يعد مستساغا باش نبقاو بلا ماء. الملاحظه اللي كانت هو ان الناس دابا مزيان فرحانين ان الماء موجود. قاسينا ولكن دابا ملي طلعوا لنا هاد اليومين الماء الحمد لله والشكر لله، عمر الويدان وعمر السدود وهادشي اللي كنا كنتمناو.